AS Computer Science Chapter 9 Part 5. في حاجة اسمها Stepwise Refinement، المفروض أنت عارفها من الإيه الأولى. يعني لو عندك برنامج كبير بتقسمه لبرامج صغيرة وتبرمج كل برنامج صغير لوحده بيبقى easier. بقى هنشوف دلوقتي advantages of stepwise refinement. طيب ما انت عندك البرنامج الكبير بتقسمه لبرامج صغيرة، وممكن كل برنامج صغير تقسمه لبرنامج او برامج اصغر، فالبروسيس كده repeating على levels كده، او بتبقى hierarchy، وده بينتج عنه modular programming. ما هي stepwise refinement بتعمل لي modular programming، كل حتة من اللي أنا قسمتهم دول اسمها موديول. وبعدين الموديول من السنة اللي فاتت، الموديول دي procedure يا function. الفانكشن returns a value، البروسيدير do not return a value. تعالى بقى نشوف نتفرج النهارده الفاليوز طالعه ازاي ونازله ازاي، ونحاول نحط معلومات زياده موجوده في الاي اس نقدمها كده بالراحه ويجي شرحها تاني. هي مشكله بس الاي اس ان السؤال بيبقى مجمع حاجات كتير، فبضطر ايه ادي فكره عشان اعرف احل السؤال لغايه ما نخلص المنهج ونبقى قادرين نحل الامتحان كله. طيب يبقى ستيب وايز ريفاينمنت تو ميك ايزير، تو ميك ات ايزير تو سولف ا بيج بروبلم، وبريك ذا بروبلم داون انتو سمولر ستيبس. ذيس بايت نيد بريكنج داون فيرذر انتل ذا ستيبس ار سمول انف تو سولف ايزلي. خلاص، يبقى دي ما هي دي من الادفانتجز بتاعت ستيب وايز ريفاينمنت، اللي اسمها توب داون ديزاين، اللي اسمها في حاجه اسمها ستراكشر تشارت اتكلمنا عليه في الاو ليفل، هنا هنتكلم عليه باسلوب متطور زياده. طيب يبقى ستيب وايز ريفاينمنت بيعمل لي ايه؟ موديولر بروجرامينج، ما هو بيحوله لي الموديولز. طب وان ميثود اوف ديفلوبينج ا سولوشن is to decompose the problem into subtasks. Each subtask can be considered as a module that is programmed separately. هي دي بقى الميزة، ان انت ممكن تعمل programming لكل module separately. ممكن تديها لديفرنت programmer. يبقى team of programmers كل واحد شغال على module separately. بس بشرط بقى، انا ببقى عاوز الموديول دي سيلف كونتيند. هكلمك دلوقتي على موضوع سيلف كونتينمنت، تمام؟ طيب ذا رول فور موديولر ايدنتيفاير، يعني اسم الفاري، اسم الموديول. ما هو الموديول يا شباب فانكشن وبروسيدير، بيبقى لها اسم عشان تقدر تعمل لها كولينج، ماشي؟ يبقى اسم الموديول ده برضو ايه، لازم ما يبقاش فيه سبيس، ولازم ما يبداش بديجيت زي اي فاريبل، ما احنا بنسميه ايدنتيفاير. يبقى اسم الفانكشن او اسم البروسيدير بنسميه ايدنتيفاير، تمام. وان بنفيت اوف يوزنج موديولز، حكايه ان انت تقسم البرنامج لاجزاء وكل جزء موديول، والموديول يا فانكشن يا بروسيدير. الفانكشن ريتيرنز ا فاليو والبروسيدير دو نوت ريتيرن ا فاليو. اديني عمال اعيد وازيد اهو. One benefit of using modules is that individual modules can be reused. أيوة، حكاية الـ reusability دي قصة بقى. أنا عاوز مثلا لما أجي يبقى عندي libraries of modules، ولو جيت أبرمج لقيت حاجة already موجودة أخدها أحطها في البرنامج الجديد، بس بشرط يا ريت الموديول يبقى فيها كل الـ variables بتاعتها declared جواها. دي بنسميها local variables. ما احنا هنذاكر دلوقتي local variable و global variable، خلاص؟ واحنا هنبقى in favor of local variable. ده اصعب بس بتخلي لك كل module self contained، خلاص؟ علشان يبقى ايه reusable، خلاص. يبقى one benefit of using modules is that individual modules can be reused in other solution. Therefore, module should be designed to be self-contained.
معناها ايه؟ That means we should not rely, we should not rely on external variables. اصل ال variable لو declared globally هيبقى external لل function دي. ولو خدت ال function copy او الموديول copy لبروجرام تاني غالبا مش هتاخد ال variable اللي هو declared global. هوريك دلوقتي يعني ايه global variable و local variable، واحنا in favor of local variables. تمام؟ طيب all variables that are required by a module should be passed to it using parameters. هنتدرب النهارده على موضوع البارامترز دي. طيب في حاجه اسمها local variable. تعال نستخدم الدايجرام ده مع اننا سابقين شويه، تعال نستخدم الدايجرام ده عشان اقول لك يعني ايه modules. دي ممكن تبقى module ودي تبقى موديول ودي تبقى موديول. يا ريت الموديول دي يبقى ديكليرد جواها الفاريبلز بتاعتها، ساعتها بنسميها لوكال فاريبلز. طب والديتا هتجيلها منين؟ الديتا هتجيلها من ارجيومنتس وبارامترز. هنتكلم على الموضوع ده، ما هو ده يعني السبجكت بتاع النهارده. وهنا يبقى لوكال فاريبلز وهنا يبقى لوكال فاريبلز، علشان لو خدته كوبي يبقى جواه اللوكال فاريبلز بتاعته يشتغل وما بيعتمدش على اي فاريبلز خارجيه. بس ساعتها بس بيتعبني في موضوع ايه الباسنج الفاريبل والريتيرن والحاجات دي اللي هي الكوميونيكيشن ما بين الموديولز دي. طيب في امكانيه بس انا مش بحبها، ممكن اعمل هنا ديكلير لفاريبل فوق، ساعتها هيبقى جلوبال وسين، ما دام بنسميها السكوب بيبقى جلوبال وسين في كل الموديولز. طب ده بيبقى اسهل قوي علشان كله بيكتب في الجلوبال فاريبل وخلص. بس مش جود ديزاين. ليه؟ لان الموديول مش هيبقى سيلف كونتينت، هتاخد الموديول تحطها في بروجرام تاني ومش هتعرف تاخد الجلوبال فاريبل. يا ريت نشتغل كله بس ايه لوكال فاريبلز دلوقتي. بس انا عاوزك تعرف يعني ايه لوكال فاريبل وجلوبال فاريبل، وهيجي عليها كلام تاني. ما انا لازم اديك انترودكشن عشان المسائل تبقى ايه شغاله. وهنشوف اكتر دلوقتي في موضوع الفاريبلز والارجيومنتس والبارامترز. بس انا دلوقتي شرحت لك ايه لوكال فاريبل. اللوكال بقى فاريبل از ا فاريبل ذات از اكسسبل اونلي within ذا موديول ان ويتش ات از ديكلايرد. A local variable is used only within the module. وبصراحة اللوكال فاريبل بتخليني اقدر اعمل reusability للموديول لانه بيبقى سيلف كونتيند. طب الجلوبال فاريبل اريح بس مش هيبقى سيلف كونتيند. is a variable that is accessible from all modules. اصله بيبقى declared فوق في البيرنت فكلهم شايفينه. A variable available to all modules is known as a global variable. ماشي خلاص، اديك عرفت يعني ايه لوكال وجلوبال، وان شاء الله على قد ما نقدر هنشتغل لوكال فاريبلز. ما احنا بنحاول ندرس لك البيست براكتس. الماده متطوره واب تو ديت وستيت اوف ارت، يعني بتتكلم على حاجات ايه مفيده في البروجرام، تكنيكس بيزس كده تبقى في ذهن البروجرامر من اول ما يبدا بروجرامينج في حياته. خلاص يبقى انت عرفت يعني ايه لوكال فاريبل وجلوبال فاريبل. طيب modules are procedures and functions، انت عارفها. ما هو module يعني جزء من برنامج انت بتنده عليه. طب الجزء ده لو هو function returns a value، ما هي لو function equal average هتاخد مثلا number 1 ونمبر 2 ونمبر 3، ولما تخلص calculation it should return ال average اللي حسبته، يبقى ال function returns a value. طيب والبروسيدير اختها بس دو نوت ريتيرن ا فاليو، امال بتعمل فيه ايه؟ حاجه من الاثنين او حاجه من ثلاثه، هقول لك منهم اثنين دلوقتي والثالثه خليها بعدين. يا اما الموديول الريزلت بتكتبها على الشاشه وخلصنا يبقى دو نوت ريتيرن ا فاليو، يا اما الموديول بتبقى شغاله على جلوبال فاريبل بتكتب فيه، فهي بتكتب فيه بس مش بتعمل ريتيرن فدو نوت ريتيرن ا فاليو. يعني مثلا في حاجه اسمها بقى كول باي ريفرنس، استنى كمان شويه بقى نحاول ايه اوضحها لما يجي وقتها.
المهم يا سيدي ان الفانكشن ريتيرنز ا فاليو، البروسيدير دو نوت ريتيرن ا فاليو. واحنا كنا قبل كده مشغلين على فانكشن بترجع فاليو فبتحطها في ايه؟ في فاريبل. طيب يبقى دلوقتي features of high level programming languages that support the implementation of a modular design. ايه اللانجوج اللي انت بتستخدمها لازم يكون فيها features عشان تعمل modular design. وده ان شاء الله في السيناريو question اللي بيجي في الاي اس، بتعمل موديول وموديول وموديول، حاجات منها بتبقى function وحاجات تبقى procedure، حاجات returns a value وحاجات do not return a value. Functions and procedures. يبقى البروجرام احنا شغالين سودو كود، بس السودو كود عندنا فيه فانكشن وفيه بروسيدير. ability to pass parameter between modules، دي شغاله. ما هو اللي بيبقى between bracket ده تقول له مثلا average num 1 num 2 num 3، ما هو num 1 لازم ياخد value، num 2 لازم ياخد value، ونم 3 لازم ياخد value. امال لو اعمل average على ايه؟ دول بنسميهم parameters. use local and global variables. ماشي، ما هو يعني الجلوبال فاريبل از نوت فيري جود براكتس، بس ساعات بنستخدمه خلاص يعني. طيب يبقى دي، في على فكره دي اجابه سؤال انا فاكر عدت عليا كده في الايه؟ في الباس بي. طيب تعال نذاكر بروسيدير. بروسيدير دي موديول، جزء من برنامج ذات دو نوت ريتيرن افال وخلاص. يبقى بروسيدير از ا سيكونس اوف ستيبس. ما هو اي بروجرام از ا سيكونس اوف ستيبس، اي فانكشن ا بروسيدير او موديول از ا سيكونس اوف ستيبس. بروسيدير از ا سيكونس ستيبس ذات از جيفن ان ايدنتيفاير، ليها اسم عشان تنده عليها. ذات كان بي كول تو بيرفورم ا سب تاسك. ا بروسيدير داز نوت ريتيرن ا فاليو. ا بروسيدير جروبس توجذر ا نمبر اوف ستيبس اند ذن جيف ذم ا نيم اللي هو ايدنتيفاير. We can use this identifier when we want to refer to this group of steps. When we want to perform the steps in a procedure, we call the procedure by its name. ماشي، في السودو كود هتقول له call procedure XYZ، أو لو فلوت شارت هتحط الريكتانجل في شرطة زيادة من هنا وشرطة زيادة من هنا وتكتب call procedure XYZ. وبعدين do not return a value، فأنت ما بتاخدش الريزلت تحطها في variable. زي ما كنا شفنا في فلوت شارت قبل كده. طب الفانكشن كل الحاجات دي يا شباب انتوا عارفينها، بس سيبني ااكد واوضح. A function is a sequence of steps برضو that is given an identifier and returns a single value. يبقى الفانكشن returns a single value. بايثون كتر خيره، اول حاجه بايثون الفانكشن والبروسيدير مدخلهم الاثنين في حاجه اسمها ديف. تمام، وبعدين لو في الاخر ريتيرن يبقى فانكشن، لو في الاخر ما فيهاش ريتيرن تبقى بروسيدر. وبصراحه بقى بايثون كان ريتيرن سيفرال فاليوز، بصراحه ده معلم. بس احنا هنا سودو كود الفانكشن ريتيرنز ا سنجل فاليو ان اتس نيم. طب لو عايزين ريتيرن كذا فاليو نستخدم جلوبال فاريبل. اول حاجه اللي انا لسه ما شرحتهاش اسمها كول باي ريفرنس، هوريها لك كمان شوية. المهم function returns a single value. function call is part of an expression، بتحطه في equation عشان ال value اللي هتيجي دي تعمل لها assign ل variable. a function groups together a number of steps and give them a name. الله، بنفس الكلام اللي بيتقال على البروسيدير. و an identifier these steps that these steps produce and return a value. That is used in an expression because a function return a function a value. The function definition states the data type of this value. ما انت بتقول له مثلا function average في الاخر خالص returns real. ليه؟ لانها بعد ما تخلص شغل averaging بترجع للايه؟ للبروجرام الاصلي real. تمام؟ يبقى لازم لها data type. الفانكشن بيبقى لها data type لانها it returns a value في اسمها. هنتعرض للحاجات دي، ما انا دلوقتي النهارده data نازله وداتا طالعه اللي هو arguments ما بين modules و procedures، هو ده اللي احنا جايين نشرحه النهارده. تمام.
Advantages of using modular programming. أكيد دي إجابة سؤال أنا خاطفها من مارك سكيب. Program code is easier to implement. ما أنت بتقسمه الأجزاء و easier to implement كل جزء separately. Easier to for complex tasks. ما حاجة صعبة طب قسمها يا سيدي الموديولز. Easier to debug. Debug يعني finding and fixing errors لأنه متقسم لأجزاء. Maintain تعمله بقى repair. As each module can be tested separately. Tasks may be shared among a team of programmers as some modules can be developed in parallel by teams with different expertise. تمام؟ ما احنا ما هو مش برنامج واحد يشتغل عليه شخص واحد. قسمناه modules ووزع بقى. وكل واحد ياخد الحاجة اللي هو شاطر فيها. Modules can be given to program specialists encourages the reusability. بس شرط نخلي ال variables كلها local ان شاء الله عشان يبقى الكود self contained. طيب حاضر، يبقى احنا شرحنا دلوقتي function و procedures اللي هما الاثنين module، وقلنا كمان ال advantage of using modular programming. تعالى بقى نخش على structure charts دي الجديده اللي احنا بنشرحها النهارده. تعالى اشرح لك على دي عشان اقول لك كل حاجه معموله، وابقى ارجع بقى اقرا لك الايه النوت. بص يا سيدي، انا عندي برنامج اسمه افريج مقسمه لثلاثه موديولز. هو برنامج صغير وبسيط قوي مش مستاهل يتقسم، بس احنا نفهم الكونسبت. يبقى انا عندي برنامج اسمه افريجز مقسمه لثلاث اجزاء. تخيل يا اخي، موديول منهم اسمها انبوت نمبر، والموديول دي ريتيرنز تو فاليوز. يا دي النيله، ما انا عندي الفانكشن ريتيرنز 1 فاليو. طب اعمل ايه؟ هعمل بروسيدير واهمل الموضوع ده دلوقتي، بس يعني اعمل بروسيدير وكول باي ريفرنس، ما انا لسه ما درستهالكش، ولا اعمل بروسيدير واستخدم جلوبال فاريبل. طيب مش مشكله، انت بس ايه ما تتضايقش ان انا عندي دلوقتي حاجه ريتيرن تو فاليوز، مش فرق مش فرق. خلاص طيب، يبقى افريج بينده على انبوت نمبرز، بتاخد تو نمبرز، ما انت هتعمل افريج على تو نمبرز يبقى خلاص. يبقى ادي هنا نمبر 1 ونمبر 2 يرجعوا الافريج. خلاص بعد كده هتعمل كول، دي بقى فانكشن. ليه؟ لان بينزل لها اثنين ارجيومنتس بيبقوا بتوين براكت. يبقى انت بتنده على افريج، ماشي؟ لا، هتنده على فانكشن اسمها كالكوليت افريج، وتبعت لها بتوين براكت نمبر 1 ونمبر 2، وهي ريتيرنز في اسمها افريج. افريج ده لازم يبقى ريل عشان ممكن تقسم على تو او تقسم على، يعني يبقى فيها فراكشن. طيب يبقى انت دلوقتي ندهت على دي رجعت لك تو نمبرز، رحت ناده على دي رجعت لك الافريج، تروح باعت لدي، دي بقى تبقى ايه بروسيدير. ليه؟ بتكتب على الشاشه، بتبعت لها الافريج تطلعه على الشاشه does not return anything. طيب يبقى دي كده اسمها ايه؟ structure chart، لانها بتبين الريليشن شيب بتوين المودولز ان هيراركيال واي، كمان بتبين الارجيومنتس اللي نازله والارجيومنتس اللي طالعه، وبتبين حاجات تانية اكتر بس مش عايز اشرحها دلوقتي، خليها تيجي على الشرح او على الامثله. خلاص يبقى دي اسمها ايه؟ استراكشر شارت، فهمناها؟ تعالى نقرا، نرجع نقرا التكست. A structure chart is a graphical representation. أهو يا سيدي. Graphical representation of the modular structure of a solution to show the interrelations between each module. Each box of the structure represents a module. واضح من الرسم. A structure chart also shows the interface. ده بقى يا شباب بنسميه interface. اللي هو ايه؟ انت خد الفانكشن اسمها افريج دي برمجها لوحدها، بس اعمل حسابك ان هو هيجي لها نمبر 1 ونمبر 2، برمج انت زي ما انت عاوز، بس في الاخر رجع لي افريج. يبقى هو هيجي لك رقمين، انت هترجع رقم اللي هو الافريج بتاعه. هو ده الانترفيس اللي بيني وما بينك. خدها بقى انت برمجها زي بعد ما انا ماليش دعوه، واستخدم لوكال فاريبلز يا سيدي، ما هي دي فانكشن ريتيرنز ا فاليو، الموضوع واضح. يبقى هو ده اللي اسمه الانترفيس، عشان كل واحد ياخد
الباوندريز بتاعه التاسك بتاعته يشتغل عليها لوحده. مفيده يعني. تمام. طيب these variables are referred to as parameters. ما انت هنا دي هنا بتنزل لها اثنين parameters number 1 ونمبر 2، وهي بترجع لك 1 parameter اللي هو الافرج، بنسميهم parameters. A parameter is a value pass between module. A parameters applying a value to a lower module is shown as down pointing arrow. يبقى ده down pointing arrow نازل لتحت، وده up pointing arrow تراجع لفوق. ماشي. A parameter supplying new value to the module at the next higher level shown as an upward pointing arrow. ماشي. ده بينزل وده بيطلع، ده بيودي وده بيرجع. الموضوع بسيط، ما الرسم قدامك واضحه وقالت كل حاجه. Information that a structure chart can convey about a program design. بيبين لك the hierarchy of modules. ما هي واضحه اهي. ده الـ hierarchy of modules، وممكن يبقى نازل تحته اكتر، ممكن يبقى فيه، اصل دي مسميها ليفل 1. ايه ده ليفل 0؟ ليفل 1 ممكن يبقى فيه ليفل 2 مور ديتيلز اهو. وايه بتاع الدايموند دي؟ هنقولها حالا، دي حاجه جديده لسه ما جبناش سيرتها. تمام؟ طيب يبقى ده الـ hierarchy. Parameters that are passed between modules, these are called the interface between the modules. خلاص، يبقى انت عرفت البارامترز اللي نازله والبارامترز اللي طالعه، بنسميهم انترفيس، سيكونس وسيلكشن وايتريشن. لا ده الموضوع ده جديد، استنى عليا شويه لما اشرح لك بقى ايه السيلكشن ده. الله، مش سيلكشن اف ذن ايلس؟ ايه اللي دخلها في الموديولز؟ وايتريشن مش دي لوب؟ ايه اللي دخلها في الموديولز؟ ما ممكن في موديولز تكون عماله تتكرر كده، فنعمل عليها ارون اول دي لوب. وهوريك اهو. ما هو سيكونس يعني ايه؟ سيكونس يعني انت بتنفذ، تنده على دي، وبعد ما تخلص تنده على دي، وبعد ما تخلص تنده على دي، وشكرا. يبقى ده كده سيكونس. طيب تعالى هنا اقول لك ايه؟ اكزامبل. The structure charts can also show control information selection or repetition. هنا بقى هوريك ايه السيلكشن. A simple number guessing game، فاكر النمبر جيسنج جيم؟ بس اللي ما كانش فيه لوب، اللي هو كنت بتدخل رقم واحد بس، لا يقول لك لا هاير يا سمولر يا متى كونجراتيليشن. ماشي، ما فيهوش اللوب. هي دي الاصل، دي اللي انا شارحها هنا. خلاص؟ Could be modularized and presented as a structure chart. طيب تعالى نشوف هنا. ادي النمبر جيزنج جيم، هينده على جنريت سيكريت نمبر، ودي فانكشن ريتيرنز ا فاليو. حتى كانت ايه؟ لايبراري فانكشن، وانت مذاكر يعني ايه لايبراري فانكشن. بيلت ان فانكشن في اللانجوج. طيب هنا انبوت جيس برضه فانكشن ريتيرنز ا فاليو، دي بتطلب من اليوزر يجيب الجيس وتطلعه. هنا بقى ايه؟ هنا بروسيدير بس فيها تكه زياده. انت بتبعت له هنا الجس والسيكريت نمبر، وبعدين بقى بيعمل اف، يا ينده على الموديول دي ويسيب دي، يا اما يعمل العكس ينده على دي ويسيب الاولانيه. ليه؟ ما انا بقول له از جس ايكوال نمبر كويستشن مارك. لو يس، لو ترو اوتبوت كونجراتيليشن، لو فولس اوتبوت كونسيليشن مسج، اللي هي يعني هيقول لك يا تو هاي يا تو سمول، الايه اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. طيب ما هو الدايموند ده معناه سيلكشن، يبقى هنا بيختار الموديول دي يعملها ويسيب دي ولا العكس. خلاص يبقى دي سيلكشن. يبقى شفت السيلكشن بقى ممكن تتحط على التشارت ازاي. طب وريبيتيشن هتيجي حالا. خلاص يبقى احنا ذاكرنا دي، ودي الاكزامبل ده انا جايبه من التكست بوك. تعال نشوف اكزامبلز بقى جايبينها ايه من الباس بيبر، واسلمك بقى للباس بيبر، وان شاء الله الحته دي ايه تخلص. تعال نشوف ده باس بيبر. Customers can search for items before adding them to a virtual shopping basket. When they have finished shopping, they pay for the items. The program provides output for the dispatch of the items. اللي هو الشحنه بقى. Some of the key features of the system are as follows.
A customer can add many items. لا ده انا هعمل عليها ارو كده علشان دي iteration. هو ده الجديد بقى. ما هنشرحها كلها، بس هنا سيرش ايتم اد ايتم، وبعدين سيرش تاني اد، سيرش تاني اد لغايه ما تشبع. ما هي دي هتبقى customer can add many items to the shop basket، يبقى دي هتبقى iteration. دي الجديده اللي انا عايز اعلمها لك. Payment may be either يعني if then else. Either by credit card, debit card, يبقى مثلا card payment, or customer account في option تاني customer account. بص اهو ادي selection بس عاملينها اسود، ما يضرش، هي جت من المارك سكيم كده، وما فيش هنا true ولا false. مش مهم، مش مهم، المهم يا card payment بس مش هتعمل account payment، يعني مثلا هتعمل account payment مش card payment، يبقى ادي selection اهو. طيب وبعدين the shop may dispatch the items in one or more package. More package يبقى هنا الديسباتش، print dispatch وprint address label، وتقعد تتكرر لان ممكن تبعت كذا ايه شحن. خلاص طيب، يبقى انا عندي هنا الاونلاين شوبينج بينده على اد ايتم، او ينده على تشيك اوت، او ينده على ديسباتش، ودي سيكونس دي وبعدين دي وبعدين دي. ما انت ما دام هنا ما عندكش لا دايموند ولا لوب يبقى سيكونس. خلاص طيب تعالى لدي الليفل اللي بعدها، سيلكت ايتم، ممكن تبقى سيرش ايتم اد تو باسكت، سيرش ايتم اد تو باسكت، بحط لي الارو ده هنا، تشيك اوت يا اما كارد يا اما اكاونت بيمنت، حط لي الدايموند يختار واحده ويسيب الثانيه. هنا ديسباتش مور ذان 1 باتش، يبقى هنا برنت ديسباتش ليبل وبرنت ادرس ليبل ويقعد يكرر. طيب ادي احنا اتعلمنا اكتر في الاستراكشر تشارت. The section of the chart in part is shown below. السكشن اني سكشن؟ اللي تشيك اوت ده، اللي تشيك اوت اهو. طب فين الدايموند هنا؟ ما يدورش، ما يدورش. ماشي؟ يبقى a section of the chart is shown below. It is to show the parameter pass between the checkout and card payment. احنا عايزين نشوف البارامترز اللي نازله والبارامترز اللي طالعه ما بين تشيك اوت وكارد بيمنت، مالناش دعوه باكونت بيمنت. طيب انت بتنزل حاجتين ويرجع لك حاجه، بتنزل A و B ويرجع لك C. طب استنى بقى، استنى، اشمعنى السيركل دي والسيركل دي مفتوحه والسيركل دي شيدد؟ ليها معنى، هفسر لك المعنى حالا. طيب the three data item corresponding to the arrows، يا شباب ما هو دي كانت اسئله بس انا عاملها لك بالمارك سكيمز بتاعها. طيب ايه هو الكارد ديتيلز؟ وانت هتدفع الراجل. بي هي الكوست اوف ذا ديت، كوست ديتيلز المبلغ اللي هيدفعه. على فكره لو بدلت ايه مع بي وبي مع ايه هتاخد الصح، مش لازم يعني، لان الاكزامينر مش الطالب مش ممكن يخلي A و B هي B A، فهتلاقي المارك سكيم بيقول لك كده بس انا مش كاتب كده. اما C عشان هي سوليد، السوليد ده بيبقى فلاج اللي هو ترو فولس. طب ايه اللي يرجع لي؟ كونفرميشن. يبقى C اللي هي طالعه عشان هي سوليد تبقى فلاج. ماشي؟ indicator for successful payment or payment confirmation. خلاص يبقى انت بيطلب منك ان انت تقول الداتا اللي نازله والداتا اللي خارجه. كل ده بنعمله ليه؟ هو اساسا الجزء ده لسه ليتر في المنهج، ده انا جايبه لك بدري عشان بقى نعرف بارامتر باسنج وارجيومنتس وفانكشن وبروسيدير، لان المنهج كله فانكشنز وبروسيديرز عشان بس المسائل تبقى مفتوحه معانا ونتدرب كل يوم، نتدرب على حاجه. تمام، يا رب الدنيا تكون واضحه. تعالى ناخد مثال تاني. The structure chart show part of the design of a program for online shopping system. برضو اهو تعال نشوف. The user has already added a number of products to their virtual basket. Draw on the chart the symbol to show the process of modifying the basket may be iterated. طيب
ارسم لي بقى سيركل هنا، يبقى ارسمها انت، انا مش حاطط المارك سكيم والسيركل مرسوم. خلاص يبقى انت، هو بيقول لك درو، هتروح انت راسم نص ارو كده، نص دايره، علشان يبين لك انها ايه، may be iterated repeated. خلاص طيب مش يبقى modify basket content، اهي modify basket content ماشي، repeated او iterated. خلاص سهل. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي طالع وايه اللي نازل. ماشي دلوقتي input product، يبقى دي موديول بتاعت ايه، input product code. انت input product data اكيد ايه ده، هي البرودكت كود، ما هو ده البرايمري كي. تمام طيب هيطلع هنا، هتروح منزل هنا بي وراجع لك سي. سي دي هتبقى فلاج كونفرميشن ترو اور فولس، ما هي سوليد. ريموف برودكت، طيب ما هو بي دي هتبقى برضو هي البرودكت اي دي، عايز تعملها ريموف. طيب وهنا دي واي تشينج برودكت كوانتيتي، هدي هتبقى البرودكت اي دي، واي هي الكوانتيتي او العكس مقبوله، والاف ما هي دي فلاج يبقى كونفرميشن. طيب املى الجدول ده، ايه هيبقى برودكت اي دي، بي هيبقى برضو برودكت اي دي، سي هيبقى فلاج فاليو انديكيتنج اوبريشن سكسس اور فيل. طب هنا دي واي، ما هو دي واي يا واحده منهم برودكت اي دي يا كوانتيتي، يا واحده منها كوانتيتي وبرودكت اي دي، بدلهم زي ما انت عاوز بقى، ويتش از ويتش مش فارق، بس اف هي فلاج فاليو انديكيتنج اوبريشن سكسس اور فيل. تمام خد كمان مثال، ما هو بقى عشان تعرف انت المفروض تتدرب على ايه وتتعلم ايه، وبعد كده بقى اتركك الى الباس بيبرز والكلاسيفاير. مثال كمان، the structure chart shows part of the design of a program for online shopping system، برضو process basket discard basket remove all item. طب ايه اللي هتبقى نازله؟ هنشوف دلوقتي، change item quantity، الله هي نفسها. طيب ماشي ماشي، draw on the chart to show the following fact، each of the module at the lower level returns a boolean parameter x. يبقى هنا هترسم لي هنا ارو راجع لفوق solid ان هو boolean parameter x، يبقى ارسم لي حاجه طالعه لفوق، ارسم لي حاجه طالعه لفوق، ارسم لي حاجه طالعه لفوق، هنا x x x والسيركل تبقى solid. Process basket will call only one of the modules shown at the row level. يبقى هنا يا هينده على دي، يا ينده على دي، يا ينده على دي. حط لي هنا diamond. تمام؟ حط لي هنا diamond. معلش مش محلولة. حط لي diamond وخلاص. تمام. Parameters A to G A B C D E F G هيبقوا إيه بقى؟ Payment details. متهيألي payment details هتبقى هنا check out pay and dispatch، واحدة من دي E F أو G تبقى payment details. quantity change item quantity تبقى واحدة من B أو C أو D. تمام طيب basket ID هنا discard market، متهيألي A D تبقى ال basket ID، discard all items in the basket. مثلا delivery address هتبقى هنا واحدة من دولت هتبقى الديليفري ادرس. ايتم اي دي تشينج ايتم كوانتيتي، هتنزل الايتم اي دي والكوانتيتي. تمام طب بص بقى يا سيدي، ذا فولوينج تيبل، ما هو ده المارك سكي، ذا فولوينج تيبل شوز ذا بارامترز اند انفورميشن ات ريبريزنت. ايه هو الباسكت اي دي، يبقى انت عايز ديسكارد اول بايك باسكت ايتمز، هتبعت الباسكت اي دي يروح عاملها لك ايه، ريموفال لكل الباسكت بالايتمز اللي جوه. انا عايز هنا بس الباسكت اي دي مش الايتم اي دي. تمام ما هو ربنا يوفقك بقى تعملهم صح. بي وسي ودي هيبقى هم الباسكت اي دي الايتم اي دي الكوانتيتي ان اني اوردر، بي سي دي اي اوردر، ما مش فرق. خلاص
فهو في المارك سكيم حاطط لك هنا اي اوردر اي واف وجي، هتبقى الباسكت اي دي، الدليفري ادرس، البيمنت ديتيل، ان اني اوردر اي اف جي. خلاص ادي احنا بنحل اهو، ادي اسئله وادي اجابات. خلاص طيب تعالى ناخد اخر خطوه دي بقى، ويبقى خلص التشابتر وايه، ونفتح بقى الكلاسيفايد ونقعد نتدرب عليه. اخر اكزامبل وانا واخدها برضو من الباس بيبرز مارك سكيم، بس القصه ايه، دي اصعب واحده فيهم، وبتهيألي الاسئله بقى كلها بتيجي على البتاع الصعبه دي. هقول لك ليه اصعب واحده فيهم، وعود عود نفسك على الجداول دي اللي هو فيها كل الموديولز اللي هتستخدم، عشان ان شاء الله في سيناريو كويستشنز، بتبقى سيناريو كويستشن واحد بس في اخر الامتحان، بيبقى فيه كده ايه الموديول تيبل بهذا الشكل. تعال نقرا يا سيدي واوريك الحل. الحل ان كان من دولت مطلوب ان انت ترسم الموديولز دي كلها. شفت اصعب ازاي بقى؟ لازم انت تتفاهم وتتخيل مين بينده على ايه، مين التوب ليفل، مين اللي تحته ومين اللي تحته، في حاجه سيلكشن، في حاجه اتريشن، والبارامترز اللي نازله والبارامترز اللي طالعه كله من التيبل ده ان شاء الله. وهي دي بقى اللي بتيجي دلوقتي في الامتحانات الحديثه. طب واللي فاتوا دربتك عليهم ليه؟ ما انا لازم اتدرج معاك في الصعوب، امال هتفهم دي ازاي؟ خلاص؟ يبقى انت بقى تمسك الكلاسيفايد وتحل 2020 21 22، هو ده المهم. طب و17 عشان تتدرب، ممكن يجي لك قديم وسهل، ممكن يجي لك جديد، اه كله من ايه كامبريدج اي اس، فانا ايه مش بشتت مجهودك يعني. طيب 6 بروجرام موديولز، ادي 1 2 3 4 5 6، موديول اسمها شوب، موديول اسمها تشوز سلوت، موديول اسمها فيل باسكت، تشيك اوت، سيرش، واد، 1 2 3 4 5 6. Implement part of an online shopping program. The following table gives the modules and a brief description of each module. Shop, allow the user to choose a delivery slot. يبقى shop هتنده على choose a slot. Select item. متهيألي shop هتنده على fill basket. أمال select item إزاي؟ to be added to the basket، يبقى الشوب هتنده على في الباسكت. finally check out، يبقى الشوب هتنده على check out. واضح قوي بقى، ماشي؟ طب سيبني ايه، انا هحرقها لك واشرحها لك على الرسمه، وعليها بقى تمارين كتيره هنشبع دلوقتي. تمام اهي، يبقى دي شوب هتنده على تشوز سلوت وفي الباسكت وتشيك اوت. طب وايه اللي نازل واللي خارج؟ حاضر. Choose a slot, allow the user to select a delivery time, returns. يبقى choose a slot, returns. A delivery slot number, يبقى اعمل لي سهم لفوق وسيركل وسميه slot number، ده اسم variable ما يبقاش فيه space. سميه أي حاجة ما هيقبلها منك ما دام إيه؟ meaningfully slot number. تمام. Fill basket, allow the user to select item and add them to the basket. يبقى دي في الباسكت مش ريتيرن حاجه، لان هي بتملى في الباسكت وخلاص، ما قالكش ريتيرن، يبقى ما تعملش سهم لفوق. تشيك اوت كومبليت ذا اوردر بل ذا الاوينج ذا يوزر تو باي فور ذا ايتمز. ريتيرنز، تعال بقى هنا ريتيرنز، ريتيرنز ابوليان، يبقى تحط لي هنا سوليد ارو، ريتيرنز ابوليان فاليو تو انديكيت whether or not payment was successful. طيب من غير اسم، مقبوله مقبول لانها فانكشن ريتيرنز ا فاليو في اسمها، هنا في اسم سلوت نمبر، هنا مش فرق مش فرق يعني ايه، الديتيلز دي هتبان في امثله اكتر، مقبوله مقبول. طيب اما سيرش، ما هو في الباسكت، متهيالي في الباسكت هتنده على سيرش واد، في الباسكت هتنده على سيرش واد، وهتعملها ايه سيرش واد، وهتعملها سيركل. اشمعنى؟ اصل انا شفتها قبل كده في امثله كتير، ما هي كل مره بتتكرر، سيرش واد سيرش واد سيرش واد، ماشي تمام. يبقى دلوقتي allow the user to search for a specific item return an item reference، يبقى هنا item reference.
وبعدين اد تيك ذا ايتم ريفرنس، تروح منزله هنا تاني ان ا كوانتيتي، وتنزل كوانتيتي وما ترجعش حاجه. وانت بقى اللي من نفسك حطيت هنا نص سيركل وعملتها ريبيتيشن من كتر مذاكرتنا. ما هو مفترض ان انت مذاكر الباس بيفر والمارك سكيمز، فلو داخل مش مذاكر هتلاقي الدنيا ايه صعب. خليك فاميليار. The online shopping has been split into subtasks as part of the design process. اساسا الشابتر الاخراني خالص هو الديزاين بروسيس، المفروض ان التشارتس دي تتعمل في الشابتر الاخر خالص. انا جبتها هنا علشان اعرف اعيش في المنهج. تمام؟ The structure chart for the six modules is described، وادي البارك سكيم بتاعها. خلاص؟ كده خلص التشابتر. هنوقف لغايه هنا ونرجع بقى للباس بيبر والكلاسيفايد وايه؟ ونستوعب كل اللي فيه. شكرا جزيلا لاهتمامك.